برضو عشان ما يبقاش الكلام كله كلام نظري وكلام سياسي، هنخش بقى في الحتة العلمية علشان نقول يعني ايه هو نموذج للترانسليشنال ريسيرش. ترانسليشنال ريسيرش عمل ايه؟ يعني انا هتكلم بقى على مشكلة زي مشكلة همة مصر اللي هي مشكلة الهباتيتس سي فيروس انفكشن، ويمكن برضو في نهاية حديثي هتكلم برضو على العلاج بتاع القوات المسلحة، ويعني من ناحية العلمية برضو علشان في لغط كتير جدا وفي ناس كتير مش فاهمه الموضوع بتهاجم الموضوع بدون علم. هتكلم برضو على الاشياء اللي اتعملت في مصر والاشياء اللي بتتعمل في الخارج، وهنحاول ان احنا ندرس ايه هي طريقه الاستراتيجيات بتاعه الترانسليشنال ريسيرش. فهنبدا الاول كده يعني مقدمه عن الهباتيتس سي فيروس، ونقول ان الهباتيتس سي فيروس از ان انفلوبد فيروس بيلونجز تو ذا فلافيفيريدي فاميلي اوف سنجل بوزيتيف ستراندد ار ان اي فيروسز. ومشكلته في مصر ان هو طبعا يعتبر ذا موست يعني بريفالنت ريتس في العالم، هو موجود في مصر. عندنا في مصر هنا النسبه يعني في ناس بتقول 12% في ناس بتقول 15%، لكن البحث اللي موجود عندي ده ال 12 في 2011 في جولاي 2011 في مجله مهمه كان بيقول ان هو النسبه في مصر 15% من السكان. ولو قارنا بقى طبعا عشان يعني نقدر نعرف الشيء بالشيء، هنلاقي ان في اسكندنافيا مثلا على سبيل المثال النسبه 1 على 100، يعني في حوالي 0.15% في اسكندنافيا. السويد والنرويج في حوالي 0.15% من السكان عندهم الهباتيتس سي فيروس انفكشن. احنا عندنا في مصر النسبه دي توصل تضرب في 100، يعني عندك 15% من السكان. ايه حجم المشكله؟ الحجم المشكله يقول ان احنا يعني المفروض ان احنا بقى اللي كنا بندور على الحلول واحنا اللي نوصل للحلول واحنا علماءنا تقدر تحط تاسكس وتحل المشكله بتاعتنا، لكن برضو احنا برضو خدنا من الخارج وعمالين ناخد من الخارج. ويمكن لما في حد مشكورا بيحاول يعمل حاجه بنحاول برضو نكسره قبل ما يعمل حاجه، رغم ان احنا المفروض نحتضن، احنا المفروض كلنا نحتضن بعض. يعني انا مش عايز ان انا اقول والله اذا كانت الفكره دي انا مش فاهمها او انا مش مقتنع بيها كراجل مثلا ليا ديسيبلينري معين في دماغي وعارف ان العلم ده ممكن ما يمشيش في دماغي، لكن انا برضو لازم احتضن واحاول ان انا ادافع واحاول ان انا اساعد واحاول ان انا مدي ايدي. ليه؟ لان انا في النهايه حتى لو الموضوع ده يعني ما مشاش فيكفينا برضو فخرا ان احنا كلنا تعاوننا من اجل ان احنا نعمل حاجه للبلد ده. اللي طبعا زي ما بنقول البردن اوف هيباتيتس سي فيروس انفكشن حوالي 170 مليون في العالم انفكتد، واللي هو بيمثل حوالي 3% من سكان الارض. دي طبعا الريبورتس بتاعت اليونايتد وورلد هيلث اورجانيزيشن الدبليو اتش او. والمفروض ان احنا في مصر النسبه عندنا يعني البلد اللي هي نمره 2 او نمره 3 هتلاقيها اقل من 5%. يعني ال 15% دي في بقى بعد كده عندك يعني 10% ما بينك وبين اللي بعد منك في البريفلنس. الكرنت ستاندرد اوف كير او الكرنت جولد ستاندرد اوف ثيرابي بيعتمد كان على حاجتين اللي هم البيجليتد انترفيرون والريبافيرين لغايه طبعا من حوالي سنتين فاتوا. اعتبارا من سنتين فاتوا بدانا ندخل بقى هنا الترانسليشنال ريسيرش ونتائجه في ان هو بدا يبقى فيه ايرا جديده اسمها الدايركت اكتنج انتي فايرال دراجز، ودي بتشتغل على مولوكيولز وعلى انزيمز موجوده جوه قلب الفيريون نفسه، وبتحاول انها تنهبت الانزيمز دي او المولوكيولز الموجوده في الفيريون نفسه. فاحنا لما وصلنا ان احنا البيزك ريسيرش ورينا الصوره كامله وهنشوفها دلوقتي، عرفنا الفيروس ده بيعمل ايه وازاي بينتقل وازاي بينتشر وازاي بيقدر ان هو يخش الخليه وازاي بيمشي من خليه لخليه وازاي بيقدر يعمل ريبليكيشن، فقدرنا ان احنا نتاكل عمليه الاي بروسيسز دي اللي بتحصل اللي هي عمليات الميتابوليزم وعمليات الريبليكيشن بتاعه الفيروس. ودخول الفيروس نفسه جوه الخليه بتاعه الليفر سيلز هو عمليه معقده، وعشان كده احنا برضو انا يمكن عملت شغل في الحته دي على حاجه اسمها الفيروس انتري بلوكينج، ازاي تمنع دخول الفيروس جوه خليه الليفر سيلز. وده برضو كان يعتبر واحد من ضمن الايه الكروشال ستيبس بتاعه البربتويشن اوف دي فيروس. طبعا احنا عندنا العلاج كان يعني عباره عن 48 اسبوع، يعني حوالي سنه كامله بناخد الانترفيرون اللي هو البيجليتد مع ريبافيرين،
وحاليا بالنسبه للجينوتايب 1 في امريكا من حوالي سنتين نزل البوسي بريفير والتيلا بريفير، دول نوع من انواع البروتيز انتي بروتيز او البروتيز انهيبيتورز. دول خلوا النتائج توصل يعني تزيد من 40% توصل الى يعني حوالي 80%، وبالتالي بدا يبقى الجولد ستاندرد هناك تريبل ثيرابي بيحتوي على ميجليتد انترفيرون مع ريبافيرين مع واحد من الانتي بروتيز. وفي خلال السنه اللي فاتت دي نزلت حاجات من البوليميريز انهيبيتورز برضو، وهنشوف دلوقتي ايه اللي موجود في السوق وايه اللي بيحصل في العالم. دي سلايد بتوري الايفوليوشن بقى بتاعه الايه الريسيرش في علاج مشكله زي الهيباتايتس سي فيروس، وبنقول فيها ان المساله يعني من سنه 86 واحنا بنحاول نحل المشكله، والمشكله للاسف الشديد يعني كانت عصيه جدا في الاول. يعني هنلاقي مثلا في سنه 86 اول حاجه طلعت للعلاج في الهيباتايتس سي كيعتبر كعلاج للهيباتايتس سي كان عباره عن انترفيرون العادي ما هواش البيجليتد، وكان بيستغل لمده 6 شهور، وكانت النتائج بتاعه الكيور بتاعته حوالي 6%. 6% يعني الكلام ده كان سنه 86. بعد كده تجارب اخرى وتحسينات اخرى وصلت النتائج ل 16% على اساس ان هو قعد العلاج لمده سنه. بداوا يعملوا بيجليشن اللي هو البولي إثيرين جلايكول مولكيولز بتقلها تخش عشان تعمل نوع من انواع الاكشن اللي سستيند للانترفيرون، وبدل ما يتاخد كل يوم او يوم بعد يوم هيتاخد اسبوع كل اسبوع وان انجكشن. بدات النتائج تتحسن وتوصل ل 25%. بداوا يدخلوا مع البيجليتد انترفيرون ريبافيرين، استخدموه لمده 6 شهور لقوا النتائج 33%، استخدموه لمده سنه وجدوا النتائج معدلاتها بتوصل لحوالي 44%. انا بتكلم على العموم لان في جينوتايب 2 و3 كانت نتائجهم اعلى من جينوتايب 1 و4، واحنا عارفين طبعا ان احنا عندنا في مصر الجينوتايب 4 هو البري دوميننت. هنا بقى النتائج الاخرانيه في 2006 اخر حاجه بالنسبه للبيجليتد انترفيرون مع ريبافيرين مع يعني كل التحسينات اللي حصلت كانت بتوصل ل 55%. فبالتالي كان هناك ضروره لوجود other alternative drugs عشان تحسن، لان احنا زي ما شايفين كده يعني حتى الوصول ل 55% is not enough، خاصه ان الانترفيرون نفسه ده is toxic. يعني المريض بياخد الانترفيرون وبيقعد نايم يوم او يومين عنده اعياء شديد وماسكولار بين واعراض فلو لايك سيمتومز وحاجات كتيره جدا. فهي مش مجرد ان هو الافيكاسي مش بيرفكت مش 100%، لكن كمان هناك سايد افكتس تخلينا ان انا اقول ان العلاج ده هو محللناش المشكله، فكان لابد ان احنا ندور على حلول اخرى. فهنا بقى تدخل الترانسليشنال ريسيرش، ان احنا بنقول الانكريزنج اندرستاندنج of the hepatitis C virus life cycle has resulted in the discovery of several viral targets. وهنا بقى يمكن الدكتور احمد بسوني احمد رافض فيه اول يوم كان بيتكلم على التارجتس اللي هي بتبقى لها ليدز، بتحاول انك تدور على تارجت تتعامل معاه بسبستانس. السبستانس دي بنسميها ليد سبستانس، وبعد كده بنبدا ناخد الليد سبستانس نعمل لها عمليه يعني تحسينات، وبحيث ان احنا نوصل الى the best result للتعامل مع هذا التارجت. فالفيروس لقينا في اللايف سايكل بتاعته تارجتس كثيره بدات تتكشف لنا، وبالتالي بدانا نطلع حاجات للتارجتس دي. من ضمن التارجتس الاولانيه اللي طلعت لها حلول كان اللي هو النون ستراكشرال بروتين 3 كوفاكتورد باي النون ستراكشرال بروتين 4A. دول بيشتغلوا مع بعض كبروتييز انزيم، وهنشوف كليب صغير بيبين لنا عمل البروتييز انزيم وازاي بيشتغل جوه الخليه علشان يكسر الايه البولي بروتين اللي هم العشرة بروتينز اللي بتبقى طالعه من الترانسليشن، وفي النهايه بيتكسر عشان يكون البروتينز بتاعه الفيروس والفيروس يريبليكيت اتسيلف. فبدات العمليه في من هذا المنطلق، طلع تو برودكتس من فتره حوالي 3-4 سنين اللي هم التيلا بريفير والبوسي بريفير كانتي بروتييز انزيم، ودول طبعا حسنوا النتائج جدا بالنسبه للجينوتايب 1. بدانا نلاقي برضو في تارجتس ثانيه بدات تتكشف زي النون ستراكشرال بروتين 5B اللي هو بيشتغل في صوره بوليميريز انزيم. في برضو دلوقتي عندنا
الانتي بوليمريز اللي هو الجديد اللي احنا سمعنا عنه اللي من حوالي يمكن شهر او شهرين بدا الكلام عنه ان هو نزل اخذ الاف دي اي ابروفال وطلع نتائج ل 90% اللي هو سوفيزوبروفير. ده نوع من النون ستراكشرال بروتين 5 بي انهيبيتور او بيسموه انتي بوليمريز. في حاجات تانية كتيره واللي انا هتكلم فيها برضو اللي هي السيل انتري بلوكينج. ليه بقى؟ لان هو يعني مش عايزين نفرح ونقول والله ده هو السوفيبزيرير او التيلابريفير او البوسيبريفير او الانتي بروتيز او الانتي بوليمريز طلعت وبقى فيه ان دلوقتي عندنا حوالي 8 برودكتس بيتسجلوا في العالم وخلاص اتحلت مشكله الهباتيت سي فيروس. لان هو المساله ان احنا لما بنشتغل على الانتي يعني انزيمز او الانهيبيتورز للدايركت انتي فايرال اكتيفيتي فاحنا بنتوقع جدا ان الفيروس طبعا زي اي شيء في الدنيا بيبقى يعني بيولوجيكال ايجنت هيتعامل. فتعامل البيولوجيكال ايجنت مع هذه الايجنتس هيحصل ريزيستنس في القريب العاجل. وعشان كده العلاج بتاع ال HIV فيروس اللي هو اللي بيسموه الايدز مرض فقد المناعه المكتسب اللي هو مرض الايدز بيشمل ان انت بتشتغل على المريض بخمسة ادوية مع بعض. ما بتشتغلش على المريض ان انت عندك دواء حلو هنشتغل عليه، لا ده بنشتغل بتلاتة الى خمسة دراجز كومباينيشن علشان تحاول انك تشتغل على ديفرنت تارجتس ديفرنت ميكانيزمز بحيث انك تخلي فرصة حدوث ميوتيشنز في وان ميكانيزم بتبقى ابولشت باي منك انت بتاكل انظر ميكانيزم، وبالتالي انت بتقلل تماما فرصه حدوث الميكانيزم بتاعه الريزيستنس للدراجز، وبالتالي انت بتحاول تحافظ على انك تضمن نسبه الكيور العاليه لفترات طويله من الزمن. وده اللي هيحصل بالنسبه للايه الهباتيتس سي فايروس. الناس المتوقعه ان الهباتيتس سي فايروس الدواء الجديد اللي نازل هيبقى عباره عن اقراص ويتاخد لوحده، هذا التوقع خاطئ. ومفيش شركه هتغامر بان هي تنزل دواء وتقول والله انا هاخد الدواء ده لوحده، لابد ان الدواء هيكون كومباينيشن على الاقل من ثلاثة دراجز in order to avoid evolution of resistance. لان الريزيستنس هنا على المولكولار ليفل is very imminent انها ممكن تحصل و expected ان هي تبقى يعني مش هتاخد سنين طويلة على ما تبدأ تظهر الاسترينز اللي بتقاوم البوسيبريفير او التيلابريفير السوفيسوبريفير وهكذا. طيب يبقى دلوقتي احنا قلنا ان الدونينج هو بارادايم شيفت اللي هو يعني فجر اشراقه جديده على التعامل مع الفيروس، بدا من خلال السنتين اللي فاتوا بما يعرف بدخول الدايركت اكتنج انتي فايرال دراجز واللي هم زودوا النسبه الى فوق ال 75% اللي كانت 55% لغايه من حوالي يمكن 6-7 سنين. دي اللايف سايكل اللي احنا هنتكلم عنها واللي هي من خلالها تم يعني التعارف على جميع المولوكيولز اللي ممكن نعتبرها تارجتس واللي احنا ممكن نتعامل معاها بليد سبستانسز تقدر ان هي تو انهبت او تو انديوس او تو سبريس علشان يبقى في النهايه عمليه الفيروس لايف سايكل وعمليه الريبليكيشن تتوقف. طيب هنتكلم بقى باختصار هنا. اللايف سايكل بتبدأ من دخول الفيروس إلى الخلية اللي عملية الفيروس انتري أو الفيروس بايندينج اند انتري تو ذا ليفر سيلز. دي بتتبعها بعد كده عملية السيتوبلازميك ريليز والانكوتينج للار ان ايه، لأن احنا قلنا من شوية ان الفيروس عبارة عن سنجل بوزيتيف ستراندد ار ان ايه، فهو حتى مش محتاج ان هو يعني يجد يعني صعوبة جامدة ان هو يخش ويترانسليت اتسيلف على طول في الخليه، فبيخش بيريليز اتسيلف بيخش على الانترنال ريبوزوم انتري سايتس ويبدا يترانسليت اتسيلف في صوره 10 بولي بروتينز. ال 10 بولي بروتينز دول بيطلعوا من الاندوبلازميك ريتيكولوم او الريبوزومال سايتس ويبداوا ان هم في صوره تكوين للفيروس على اساس ان الفيروس هيخش ويعمل ميمبرينس ويب، وفي الميمبرينس ويب بيبدا يعمل عمليه الريبليكيشن من بوزيتيف الى نيجاتيف الى بوزيتيف، ثم يبدا بعد كده في عمليه الاسيمبلي والماتوريشن والريليز. الصوره يمكن في الكرتون ده يعني الى حد ما هتلاقيها صعبه شويه، بس هنشوفها في صوره برضو فيديو كليب هيبين لنا الموضوع اكتر. بس هنا انا بحب ان انا قبل ما اشوف الفيديو كليب
اخيل لكم ازاي الفيروس انتري او الفيروس بايندينج اند انتري تو ذا ليفر سيلز عمليه في منتهى التعقيد. وبالتالي لما انا اتكلم على ان القوات المسلحه عامله جهاز بيعمل فعلا نوع من يعني تاثير على الفيروس، انا اعتقد ان دي فكره يعني ذكيه جدا. ويعني الفكره انا اعتقد ان هي ان شاء الله لو احنا يعني برضو وقفنا وراها ان شاء الله ممكن يكون فيها خير. لان انت دلوقتي بتقول ايه، الفيروس عشان خاطر يريبليكيت السلف الفيروس لازم يخش خلايا الكبد، لو ما دخلش خلايا الكبد هيموت. فعشان يخش خلايا الكبد عندك ريسبتورز كتيره جدا موجوده على الفيروس، من ضمنها ال LDL ريسبتور، الجلوكوزا مينو جلايكان، السكافنجر ريسبتور كلاس بي تايب 1، عندك هنا الفيروس نفسه عنده الانفلوبد فيروس، الانفلوبد بروتين اللي هو الاي 1 والاي 2، مع السيل ريسبتورز اللي هي زي مثلا السي دي 81 كلودين 1 اوكلودين. وفي جديد جدا في السنه اللي فاتت دي يعني 12 بحث جميل جدا برضو طلع من يعني تزاوج ما بين معهد في هيروشيما ومعهد في امريكا، وعملوا بحث جميل جدا طلعوا ان في ريسبتور جديد مهم جدا اللي هو نيمان بيك سي 1 لايك 1 ريسبتور از فيري امبورتنت لدخول الفيروس جوه الخليه. وهنقول لكم حتى اهميه النيمان بيك سي 1 لايك 1 ريسبتور، لان هو الحقيقه دخلنا برضو في سكه يعني جديده في عالم التعامل مع هذا الفيروس. دي باختصار كده الايه الخطوات الاولى. الخطوات الاولى بتقول ايه؟ بتقول ان الفيروس اهو الازرق عشان يمشي جوه السيركوليشن وعشان يحمي نفسه من الاميون سيستم هو بيغلف باللايبوبروتين بارتكلز. فالاصفر ده هو الغطاء الخارجي للفيروس، الفيروس جوه ازرق والاصفر اللي بره ده اللي هو اللايبوبروتين بارتكلز. طبعا كون الفيروس بهذا الذكاء وغطى نفسه باللايبوبروتين بارتكلز هيتعرف عليه خلاص اللي خلايا بتاعه الليفر من خلال التعرف الاول على اللايبوبروتينز. فال LDL ريسبتورز، السكافنجر ريسبتورز، والجلوكوزا ماينو جلايكانز، دول كلهم مخصصين ان هم يتعرفوا على الليبيدز. تعرفوا على الليبيدز وبدا الفيروس يبقى يعني بايندينج للريسبتورز اللي موجوده على جدار الخلايا بتاعه الليفر، يمكن دي من اهم الاسباب اللي بتخلي ان الهيباتيتس سي فيروس لو هيباتوتروبيزم. يعني ازاي الليفر بيبقى هي التارجت الاساسي للهيباتيتس سي فيروس، بينما مثلا الاتش اي في التارجت بتاعه الاساسي مش الليفر، لان هو الهيباتيتس سي فيروس ده يعني بيمشي انكوربوريتد مع لايبوبروتينز، وبالتالي الخلايا بتاعه الليفر دي اساسا يعني معامله اساسا للتعامل مع الليبيدز. يعني هي فيها ريسبتورز لللايبوبروتينز، ريسبتورز للسكافنجر، ريسبتورز بتدخل اللايبوبروتينز والكوليسترول، وريسبتورز بتتعامل معاها في صوره ان هي بتحول الترايجلسرايدز بتقدر انها تتعامل معاها بعمليه زي ما طبعا كلنا عارفين بنحول مثلا بننتج الاتش دي ال، والاتش دي ال بيطلع ناسنت اتش دي ال، بعد كده بياخد سكافنجنج وهو ماشي بياخد معاه الترايجلسرايدز وال LDL بيطلع، وبعد كده اللي هو بيبقى فيه انترميديت دنس وفي لو دنس لايبوبروتين، وفي النهايه بيبقى السكه الراجعه بتاخد الناسنت اتش دي ال وبيبدا يبقى جلوبولر، ويخش بعد كده يبقى له برضه ريسبتورز عشان تاخده وتدخله وتحوله بعد كده في صوره اللي هي النواتج الخارجيه اللي بتطلع في صوره البايل. فاحنا بالنسبه لنا بنقول ايه؟ بنقول ان هذه هي خطوه اولى، وهي خطوه فيري كروشال بالنسبه لدخول الفيروس، ومن غيرها الفيروس مش هيقدر يبربتويت اتسلف. طيب عمل ايه هنا بقى المعهد الهيروشيما مع المعهد اللي هو في امريكا؟ جابوا طبعا احنا كان عندنا وللاسف الشديد ما زال حتى هذا اليوم بنسمع كلمه لغط ان انت عشان تشتغل على هيباتيتس سي فيروس لازم تشتغل على شمبانزي، وهنجيب منين الشمبانزي والكلام ده. هو اوريدي دلوقتي بقى في انيمال مودلز كتيره جدا، لان انت عندك دلوقتي في عمليات زرع كبد كتيره جدا، وبتاخد الكبد بتاع الهيباتيتس سي فيروس الهيومن بيتزرع في الرات وبيتزرع في المايس. لما بناخد الهيباتيتس سي فيروس انفكتد ليفر من الهيومن وبنزرعه في المايس او في الرات، فبيبقى عندنا هنا انيمال موديل. اشتغلوا على الانيمال موديل
من خلال ان هم ادوا ماده اسمها ايزيتيمايب، ودي ماده انتي هايبر كوليستيروليميك. وجدوا ان الماده دي لما تعطت للرات اللي عنده هيباتيتس سي فيروس انهبيتد الاتش سي في انفكشن في المايس ترانسبلانتد ويز هيومن ليفر سيلز انفكتد ويز اتش سي في. وفي نفس الوقت في السيل كالتشرز برضو وجدوا نفس الموضوع. طب ايه قصه النيمان بيكسي 1 لايك 1؟ قصته ان هو ده اساسا عباره عن الريسبتور اللي موجود على البراس بوردر بتاع الانتستين، وده اللي بيخلي عمليه دخول الكوليسترول اللي هو بيبقى بيتاخد بالدايت بيحصل من خلال البراس بوردر بتاع الانتستين، بيخلي الكوليسترول يبقى ابزوربد في الانتستين، في الانتستين اللي هو الدايتري كوليسترول، وفي نفس الوقت موجود في الليفر سيلز على اساس ان هو بيخلي الكوليسترول يخرج من الليفر سيلز برضو من ويطلع على البيلياري سيستم. فهي عملية يعني بتتجه في اتجاهات، يعني اتجاه من ناحية انتستين انه بيدخل بيعمل انتستين الابزوربشن، واتجاه تاني من ناحية البيلياري كوليسترول في الري ابزوربشن، وفي العملية ان الكوليسترول بيطلع من الخلية للبايل سيستم وبيخش من البايل سيستم للخلية اللي هي ري ابزوربشن اوف كوليسترول. فبالتالي هنا يعني ده واحد من ضمن الادفانسز اللي حصلت برضو من خلال البيزك ريسيرش، ان احنا اكتشفنا ان في ريسبتور معين لو قدرنا ان احنا نوقفه بدواء خفيف جدا. الدواء ده على فكره موجود في السوق حاليا اللي هو الدواء اللي اسمه انجي، ده بيستخدم كانتي هايبر كوليستيروليميك، ووجدوا ان هناك نتائج كويسه جدا ان هو نزل جدا نسبه الفيروس ريبليكيشن في الهيومن على فيز 1 كلينيكال ترايل. بالنسبه للفيروس بولي بروتين، احنا قلنا ان الار ان ايه بيقدر يبقى يعني ترانسليتد على طول في صوره بولي بروتين، هم عباره عن 10 بروتينز بيبقى الفيروس ترانسليتد اليهم. العشرة دول منهم 3 ستراكشرال اللي هم بيسموا الاستراكشر بتاع الفيروس نفسه، اللي هم عندك السي الكور بروتين او النيوكليوكابسيد، الانفلوب 1 والانفلوب 2، دول اللي هم داخلين في التركيب بتاع الاستراكشر بتاع الفيروس. بينما السبعة التانين هم كلهم بيسموهم نان استراكشرال، لان هم دول عبارة عن انزيمز او فاكتورز او كو فاكتورز، فما هماش داخلين في تركيبة الجسم بتاع الفيروس، او مش داخلين في تركيبة الاستراكشر بتاع الفيريون نفسه، لكنهم داخلين في عمليات الميتابوليزم بتاعت الفيروس بصورة انزيمز فاكتورز كو فاكتورز. وزي ما احنا بقولنا بدأنا بقى نعرف التارجتس دي، فبدأنا نتعامل مع التارجتس دي. اول تعامل حصل اللي هو التعامل الذي حدث مع النون ستراكشرال بروتين 3 والكوفاكتور بتاعه اللي هو النون ستراكشرال بروتين 4A. دول عباره عن البروتييز انزيم اللي بيعمل عمليه اللي تكسير البولي بروتين الى العناصر الاساسيه بتاعته، وما كانش هيتكسر طبعا، مش هيحصل ان الدوره تتم. بعد كده بدأنا طلعت ليدز برودكتس، طلعت منتجات بتشتغل على البروتييز، وزي ما احنا قلنا البوسي بريفير والتيلا بريفير وخلاف. في حاليا برضو النون ستراكشر بروتين 5B اللي هو يعتبر الار ان اي بوليميريز، وده مهم في عملية الايه الار ان اي ريبليكيشن. ده دخل هناك برضو في سوق الليدز برودكتس، ليدز برودكتس كتيرة جدا طلعة، ومن ضمنها اللي احنا بنسمع عنه حاليا السوفيس بريل وخلافه. القصه دي يمكن هتبقى برضو واضحه في هذا الكليب. احنا بنلاقي ان هنا ادي الار ان اي اهو دخل جوه الرايبوزوم الانترنال رايبوزوم انتري سايت، وبدا يعمل الترانسليشن بتاعته مباشره في صوره الفيروس بولي بروتين المتحد مع بعضه في هذا الشكل. This is the virus بولي بروتين 10 بروتينز. ال 10 بروتينز هيتقسموا الى سي اللي هما الثلاثه الاولين الاستراكشرال بروتينز سي اي 1 اي 2، وبعد كده عندنا اللي هما السيفن نون استراكشرال بروتينز اللي احنا اتفقنا عليهم ان الاستراكشر بروتين 3 و4 اي و4 بي و5 اي و5 بي وهكذا. دي كانت بدايه لما يعرف ان احنا يعني بنترانسليت this knowledge into products وانتو treatment بيعمل نتائج بتوصل لحوالي 90% حاليا من الشفاء، اللي احنا ما كناش بنوصل ل 40% او ل 55% من 3-4 سنين فاتوا.
زادت جدا دلوقتي من خلال الاكتشافات الجديده اللي احنا وصلنا لها من خلال عمليه التعرف على هذه اللايف سايكل بتاعه الفيروس، وازاي بتقدر انك انت تحدد تارجت وتتعامل معاه بليد برودكت، وبعد كده تاخد الليد برودكت وتعمل له عمليه تعديلات وتحسينات وتنتجه على لارج سكيل، وبعدين تعمل اندستريلايزيشن بلارج سكيل برودكشن. ادي بقى الشغل بتاع النون ستراكشرال بروتين 3 مع الفور ايه، بيعمل عمليه التكسير بتاعه كاتنج البولي بروتين انتو سلايسز، كل بروتين بيبقى لوحده علشان يقدر يشتغل. يعني انا مش هقدر اشتغل مثلا كبروتييز من غير ما انا اتخلص من التماسك اللي ماسك معايا من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فانا بيخلص البروتييز، بيخلص البوليمريز، بيخلص الكور، بيخلص الانفلوب. التخليصه دي كلها هي اللي بتؤدي بعد كده لتكمله دوره حياه الفيروس، ودي هي الكروشيال يعني ستيبس في اللايف سايكل التي تم اكتشافها، وبناء عليها تم التعامل مع الفيروس بنتائج بتوصل لحوالي 90% حاليا. طبعا دي بعد كده عملية اسمها عملية الفيروس ريبليكيشن، من خلال ان هو الار ان اي بيخش في الممبرينس ويب وبيبدأ يبقى ريبليكيتد كار ان اي تيمبلت، وبيتعمل بعد كده منه كمية كبيرة جدا من الار ان اي، ويخش يعمل اسمبلي مع الاذر structural proteins، ويبدأ ياخد الفيروس الشكل النهائي والماتوريشن بتاعته، ويخرج من الخلية بعد كده عشان يصيب خلية أخرى وهكذا. طيب ايه الدراجز اللي موجودة حاليا في البايبلاين؟ بناء على هذا الكلام في عدد كبير جدا من الدراجز، وكلها تحت direct acting antiviral drugs. احنا قلنا بقى من شوية non structural 3 4A protease، non structural protein 4B polymerase، دول لهم already بتاع حوالي 8 منتجات حاليا في السوق. في حاليا الفيروس انتري بلوكرز، فيروس انتري بلوكرز عدد كبير جدا من المنتجات شغاله دلوقتي على انك انت بتشتغل على الانزيمز بتنهبت الانزيم، وبتشتغل على الفيروس بتحاول انك تمنع دخوله، كل ده علشان ما تبقاش فيه بعد كده ريزيستنس سترينز تطلع وتخلي لك الدراجز بتاعتك تبقى مش شغاله. من ضمن يعني الارمامنتريوم الموجوده حاليا او البورتفوليوز الموجوده حاليا زي ما اتفقنا كده، البوسي بريفير والتيلا بريفير دول هم اول حاجه طلعت، ودول عباره عن بروتييز انهيبيتورز بيشتغلوا مينلي على الجينوتايب 1، ودول عشان كده ما تسجلوش في مصر، لان هم تقريبا لما جم يشغلوهم على الجينوتايب 4 وجدوا النتائج تقريبا يعني نوت جود. لكن اللي احنا دلوقتي عاملين عليه ضجه جامده اللي هو بتاع شركه الجيليد دي، هو عباره عن بوليمريز انهيبيتور اللي هو السوفوسوبيفير. السوفوسوبيفير ده عباره عن وان اوف ذا بوليمريز انهيبيتورز، بيستخدم اورالي. في ناس قالت ان هو هيبقى لوحده، بس طبعا انا بقول ان هو مش هيبقى لوحده، لان لو الشركه غمرت بيه واستخدمته لوحده مش هيقعد سنين طويله، لازم هيشتغل برضو حاليا مع الانترفيرون ومع ريبافيرين. في عندنا الميرك شاربان دوم والروش، وفي بريستول ماريس كويب، وفي شركات كتيره اوت، كل دي عباره عن مولكيولز طالعه وهيبقى يعني في كلها بتخلص الفيز 3 وداخله على الابروفال بتاع الشغل بتاعنا بقى اللي احنا عملناه هو عباره عن الفيروس انتري بلوكينج. وزي ما احنا شايفين كده اللي فيري بيزي سلايد اللي انا وريتها لكم اللي هي دي، بتقول ان الفيروس عشان خاطر يخش لازم يعدي على كل الريسبتورز والليجنز دي، يعني ال دي ال ريسبتور، جلايكوزامينو جلايكانز، سكافنجر ريسبتور بلس بي تايب 1، الاي 2 اللي هو ده اللي موجود على الفيروس نفسه. احنا ده بنقول ده اللايبو بروتين اللي بيكفر الفيروس، لكن هو الاي 2 ده نفسه ده بيبقى فيري امبورتنت، بعد كده هيرول وهياتاتش اتسلف مع السي دي 81 برضو، ده مولكيول على الهيباتايتس على الليفر سيلز. من خلال الجانكشن دي هيبدا يحصل بايندنج بقى هيحصل بايندنج للفيريون نفسه على الليفر سيلز، وهيبقى من خلال الكلودين 1 والاوكلودين والنيمان بيكسي 1 لايك 1 ريسبتور، هيبدا الفيروس يخش جوه الخليه بتاعه الليفر سيلز ويبدا يعمل اللايف سايكل اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. يبقى اذا النواحي دي كلها هي يعني عمليات معقده جدا،
وممكن ان احنا نقف واحده منهم ونوقفها نقدر ان احنا نقلل من الريبليكيشن بتاعت الفيروس. على سبيل المثال احنا قلنا من شويه الايزيتيمايب اللي هم بيستخدموه في احدى الجامعات الامريكيه مع جامعه من هيروشيما، وحصل ان هو وقف فعلا الريبليكيشن بتاعت الفيروس لان هو بيتعامل مع النيمان بيكسي 1 لايك 1 ريسبتور، بيبلوك الريسبتور فبالتالي وقف دخول الفيروس. احنا عندنا بقى في منتجات طبعا دلوقتي دي هي البلوكيولز اللي موجوده اللي اندر انفستيجيشن. هتلاقي في حاجات كتيره جدا منها مونوكلونال انتيبوديز وفي حاجات بوليكلونال انتيبوديز. يعني مثلا هتلاقي عندك هنا في فيز 1 وفيز 2 كلينيكال ترايل شغالين حاليا على بوليكلونال اتش سي في اي جي جي اسمه سيفاسير، وفي الاتش سي في انتيبودي اللي هو 68 ده برضو فيز 2، وفي عندك انتيبوديز كتيره جدا طلعت، وفي فاب اي 137 وفي اتش سي في 1 ان اتش سي في 952 هيباران والهيبارين والهيباران سلفيت انالوجز واللكتينز. دول كلهم مولكيولز بتتعامل مع الانفلوب، الانفلوب بروتين، لان انت لو تعاملت مع الانفلوب بالذات الاي 2 وقدرت انك تعمل يعني اتاتشمنت وبلوكينج للانفلوب بروتين هتقدر تمنع الستيب بتاع دخول الفيروس جوه الخليه. فكل دي مولكيولز في فيزز اوف كلينيكال ترايلز في الديفلوبمنت بتتعامل مع الفيروس على اساس تعمل له انتري بلوكينج. طيب احنا فكرنا قبل ما نتكلم بقى على النقطه بتاعتي هقول برضو حته صغيره كده للجماعه اللي هم مهتمين بالجينيتكس، لان الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز اللي هي موضه برضو شغاله جدا في العالم حاليا، ويا ريت احنا في مدينه مبارك للابحاث العلميه نهتم بان احنا يعني نشتغل على الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز دي، لان دي بتطلع لنا يعني عدد كبير جدا من البروبلمز بنكتشفها اللي هي السنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزمز. وجدنا من خلال الشغل بتاع جي تال 2009 وراوش برضو إيتال 2010 إن في مولوكيول اللي هي عبارة عن انترلوكين 28B. الجين ده بيحصل فيه سنجل نيكلوتايد بوليمورفيزم، وبالتالي مفروض إن هو ده بيطلع الانترفيرون لامدا 3. الانترفيرون لامدا 3 اللي هو كودد باي الانترلوكين 28B جين، لما بيحصل فيه سنجل نيكروتايد بيروتيزم والقليل بتاعه بدل ما يبقى سيتوزين سيتوزين يبقى ثايمين ثايمين، سي سي يتحول الى تي تي او ما يعني ما شابه، بيحصل هنا ريزيستنس جامده جدا لكل انواع الدراجز. المجموعه اللي هو وجدوا ان هي عندها القليل بتاعها هوموجينس 4 سي سي، وجدوا ان نسبه السبونتينيوس كيور عندهم عاليه جدا. احنا بنسمع عن واحد اخذ الفيروس وما حسش انه خد الفيروس وخف، وفي ناس بيقول لك ده كان عنده البي سي ار بتاعه كان 2 مليون وبعدين خف لوحده. ايوه موجود الكلام ده هوت، لان الجسم ممكن يتعامل مع الفيروس، بس النسبه دي بتبقى تحصل اكتر في الجماعه اللي هم عندهم البروتكتيف قليل اللي هو السي سي. طبعا لو في هنا القليلز مثلا تي تي او سي تي بنسبه السبونتينيوس كور بتقل جدا جدا، والنسبة كمان مش سبونتينيوس كور بس، ده وجدوا ان التعامل مع الانترفيرون على اساس الانترفيرون ده بعلاج المناعة، يعني علاج المناعة بيحتاج انك انت بتحسن المناعة عشان تقاوم هذا الفيروس. الانترفيرون نتائجه قوية جدا مع السي سي قليل وضعيفة جدا مع التي تي قليل. ده شيء من ضمن الاشياء يعني اللي هي برضو الترانسليشنال ريسيرش بتدور عليه جوه الخلايا وبتشوف ايه اللي بيحصل جوه الجسم البشري نفسه. يعني هنا الجينوم وايد اسوسيشن ستاديز بيعمل دراسه ويشوف النيوكليوتيدز والجينز ايه هي اللي ممكن يلاقي تارجت فيها علشان يتعامل معها. ويمكن دي وصلتنا ان دلوقتي في حاجه اسمها انترفيرون لامدا 3 اندر ديفلوبمنت، وده برضو هيخش من ضمن الارمنتين بدل ما هيبقى عندنا انترفيرون الفا 2A و الفا 2B اللي هم اللي بنسمع عنهم البيجاسز والبيجنترون. هيبقى في عندنا بعد فتره كده برضو مش بعيده الانترفيرون لامدا 3 بدل الانترفيرون الفا.
طيب ايه الشغل اللي احنا عملناه؟ احنا عملنا شغل حلو جدا في الحته دي. احنا اشتغلنا برضو على يعني النباتات زي ما الدكتوره برضو يعني مشكوره قالت ان احنا هنا في مصر طالما احنا ما عندناش قدره كيماويه لان علمائنا مشغولين بانفسهم وبدل ما يتعاونوا مع بعض على ان هم يكبروا نفسهم ويكبروا شغلهم كل واحد بيحاول ان هو يعني يحتضن لنفسه فقط ويبص لشغله بس فبالتالي ما بيكبرش لانك انت عشان تكبر لازم تستعين بغيرك ولازم تشيد بغيرك وتكبر غيرك وغيرك هيكبرك لكن انا لو ما كبرتش غيري غيري ما كبرنيش احنا الاثنين بنصغر فاحنا قلنا ما فيش عندنا للاسف الشديد مجال ان احنا ننتج ليدز او ننتج مولوكيولز بتتعامل على مستوى المولوكيولز ويا ريت الدكتور احمد رافت وانا جاي هنا وعندي كل حماسه ان مؤتمر بايوكيمستري او مؤتمر مولكيولر بيولوجي في جامعه اسكندريه لابد ان يحتضن ولابد ان احنا كناس وطنيين بنحب بلدنا كلنا لازم نتكاتف مع هذا الرجل ويا ريت كانت اساتذه كليه العلوم كلها تبقى موجوده علشان احس برضو ان في امل ما في ان احنا هنكبر بعضنا البعض لكن برضو انا اسف ان انا بقول يعني ان هو برضو كالطبيعه المصريه ان هو يعني طبعا الموضوع مش انا اللي عامله مش هتحمس له قوي يعني الراجل يشكر ان هو عمل هذا الموضوع لكن انا مش هتحمس لهذا الموضوع مش انا اللي عامله فيعني يا ريت كلنا نتكاتف مع بعض مش عايزين بقى نقولها دي هتبقى سياسه ان شاء الله وانا بامل خير في يعني المستقبل الجاي ان هتبقى فيه استراتيجيات وسياسات وانا يمكن بقول من هنا ان انا يعني بدفع دلوقتي حاليا لعمل ترانسليشنال ريسيرش سنترز كبيره في اسكندريه تجمع ما بين كليه العلوم وبالذات الموليكولر بيولوجي والمايكروبيولوجي والبايوكيمستري والناس المهتميه بالعلم مع صيدله مع طب بشري مع مدينه مبارك مع معهد الابحاث هنلم الكفاءات اللي بتحب تشتغل وهنعمل شغل كويس ان شاء الله وطالما تعثرت مدينه مثلا فلان او علان او كده احنا ممكن نعمل في اسكندريه هنا برضو عندنا شغل ان شاء الله يكون باذن الله قوي جدا. باختصار شديد احنا لقينا ان السبيرولينا عباره عن احد النباتات اللي هي بتوكل وطبعا يعني في ناس هتتهكم على هذا الامر لكن هو الامر ده له فعلا بيز علمي قوي جدا في بيز علمي قوي جدا وراء هذا الموضوع. هو نبات بيوكل فعلا وان هو ما فيهوش يعني اي حاجه ضاره بل بالعكس ان هي اليونايتد ستيتس اوف امريكا ليستد ذيس بلانت اندر ذا كاتيجوري جنرالي ريكوجنايزد اس سيف وبالتالي بيطلع كل فتره من الاف دي اي ستيتمنتس بتقول السيلف افيرميشن اوف الجراس ستيتس يعني انا يعني عشان برضو اثبت للناس ان هو من حقه ان هو ياخد السبيرولينا دي وما في ما يسالش بقى والله هي دي مسجله ولا مش مسجله والكلام من ده لا انا بقى اعمل الكلام ده والتحليلات وكل الدراسات وبطلع ستيتمنت بقول فيها ان ايفن الكلام ده طبعا عباره عن ثلاثه ايمينت اكسبيرتس فروم اف دي اي ماضيين عليه وبيقولوا ان ايفن اف اول ذا برودكتس اللي هي طالعه من السبيرولينا ار يوزد ات ذا ماكسيمم ليفلز اكسبوجر استيميت ليفلز are much higher than the no observed adverse effect level values اللي هي حوالي 10 جرام لكل كيلو يعني انت يعني محتاج تاخد 10 جرام من وزنك لكل كيلو من المادة بتاعت السبيرولينا فول extract علشان يقدر يعني يبدأ يحصل adverse effect level يعني no adverse افكت ليفل عندك اكتر من 10 جرام لكل كيلو معناها ايه معناها انك انت فيري 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 سيف لان ما حدش حيا بقى مثلا وزنه 70 كيلو وهياخد 700 هو هياخد ايه 10 جرام لكل كيلو في 70 يعني هياخد له 700 جرام يعني هياخد اكتر من نص كيلو هياخد كيلو الا ربع مثلا نحن بنعمل كبسوله فيها 500 ملي جرام فبالتالي there is no role at all ان حد يتكلم ويقول ان this is يعني ازاي الكلام ده وده نوت اف يعني نوت سيف على الاقل هو ات از فيري سيف ده الكلام اللي احنا طبعا ايه متاكدين منه بنسبه 100% طيب وجدوا بقى ان في هنا جوه قلب المكونات بتاعه السيانو بكتيريا عموما يعني وعدد منها كتير بس يمكن احنا بنركز على النوع اللي هو يعني ايديبل بلانت وجراس ستيتس ومعروف جدا ان هو فيري سيف في حاجه اللي هي سلفيتد بوليسكرايدز الموجوده زي مثلا الكالسيوم سبيرولان كالسيوم سبيرولان is one of the sulfated polysaccharides. الدكتورة في أي كومنت؟ يا ريت تسأليني. الكالسيوم سبيرولان sulfated polysaccharide بيبقى موجود ب
بيقدر ان هو بيشتغل على الحته بتاعه الاي 2 مع السي دي 81، يعني بيسموه وان اوف ذا مانوز بايندينج ليكتينز. واحنا اتفقنا ان الهيبارين والهيبارين سلفيت والسيانوفايرين ان والمايكروفايرين والكالسيوم كل الكلام ده هو بيبقى عباره عن مواد بتسمى حاليا، والعلم اصبح يعني مهتم بيها جدا. وريت هنا في كليه العلوم برضو الدكتور احمد رافت يهتم بالحته دي اللي هي الليكتينز. الليكتينز دي برضو موضه جديده جدا وشغاله في معظم المعامل بتحاول تشتغل في الليكتينز، لان الليكتينز دي ببساطه شديده جدا هي عباره عن مواد بتقدر ان هي تاتاتش اتسيلف مثلا لمولكيولز معينه زي المنوز، وتبايند المنوز اللي موجود في الجلايكوبروتين 70 اللي هو موجود على الاي 2 انفلوب، وبالتالي تعمل بروكينج للانتر اكشن بتاع الجلايكوبروتين 70 اللي هو موجود على الانفلوب مع الايه مع السي دي 81، وبالتالي بتبروك الفيروس انتري. طبعا هي الكلام ده على الليفل بتاع المولكيولر بيولوجي بروفد 100%، انما احنا كنا بنحاول نثبت في الانسان، يعني بنقول يعني طب هو يعني ممكن الكلام ده فعلا. جامعه لويس باستير وجامعات كتيره جدا اشتغلت على الايه على السيانوفايرين ان وعلى المايكروفايرين وعلى الكالسيوم سبيرولان وعلى مواد كتيره جدا ليكتينز، وجدت ان هي بتقفل عمليه الايه في التيشو كالتشرز الفيروس انتري. احنا حبينا نعمل وان ستادي علشان نشوف الكلام ده تاثيره ايه على الهيومن بينج. طبعا زي احنا ما شايفين كده في السلايد دي، احنا قلنا الفيروس طالما جاء على الليبر سيلز وقدرنا نقفل الانتر اكشن بتاع CD81 مع الانفلوب E2 هنقدر هنا ان احنا نمنع دخول الفيروس الى الخلايا. وفي مواد مولكيولز كتيره بتدرس حاليا زي من مثلا السيانوفايرين ان والمايكروفايرين، كلها تعتبر من ضمن المنوز بايندينج ليكتينز اللي هي بتبقى مفروزه من البلو جرين الجي. دي دراسه احنا نشرناها من حوالي سنتين، الانكلوجن واكسكلوجن كارتينيا بتاعتنا ان احنا خدنا يعني مرضى من الهيباتايتس سي فيروس اللي هم كرونيك، وبدانا ان احنا يعني نعمل لهم الانفستيجيشنز الكامله ونشوف الاكسكلودنج البريجننسي واكسكلودنج الكرنت مثلا كونكرنت اتش اي في او كونكرنت ديزيز مثلا اكتيف شيستوسوما كريتيكالي ال، يعني عملنا اكسكلوجن كرايتيريا لبعض الحالات اللي هي ممكن ان هي تبقى تعمل نوع من انواع النون هيموجينيسيتي او النون هيموجينيتي للعينه. عملنا الانرولمنت والراندمايزيشن وبدانا نشتغل على مجموعتين، مجموعه خدت السبيرولينا 500 ملغ ثلاث مرات في اليوم، ومجموعه خدت سيليمارين على اساس السيليمارين از وان اوف دي هيربس اللي هي بتتداول برضو في الهيباتيتس سي فيروس. طبعا عشان احنا مش بنقارن بالجولد ستاندر اللي هو عباره عن انترفيرون ريبافيرين، لان احنا عارفين طبعا ان الانترفيرون ريبافيرين دي مواد يعني التوكسيستي عاليه والسايد افكتس عاليه والكونترا انديكيشنز لها عاليه، فاحنا قارنا بحاجه من ضمن الحاجات اللي هي شبيهه على اساس لو توكسيستي بروفايل، ونقدر نقول انها تعتبر بيلونجينج تو ذا سيم جروب اوف سبستانسز اللي هي بوتانيكال او هيربال برودكتس. اشتغلنا بقى على الفيرولوجيكال ريسبونس ات ذا اند اوف 3 اند 6 مانس، اشتغلنا على البايوكيميكال ريسبونس نورماليزيشن اوف دي اي تي ال تي والاي اس تي، الكرونيك ليفر ديزيز كوشنير سكور، وده عباره عن كواليتي اوف لايف كوشنير، وده كان اهم حاجه عندنا تاثرت ان هو المريض اللي كان بيبقى يعني خلاص يعني تعرف انه عنده هيباتيتس سي وبقى نايم في السرير وكلام من ده، بعد ما بياخد فعلا الدراجز بدات الناس دي تنزل، اذا كان فلاح في الريف بينزل الريف، اذا كان له مثلا نشاطات بدا يعني اللي ما استجابش فيرولوجيكالي ولا حتى من ناحيه الانزيمز، فكان على الاقل نسبه الكواليتي اوف لايف كوشنير اللي هو الكرونيك ليفر ديزيز كوشنير سكور عنده تحسنت جدا. وتحسن كمان حاجه احنا ما كناش بندور عليها، يعني ذيس از باي تشانس ديسكفرد اللي هو الاريزونا سيكشوال اكسبيرينس سكيل، ده من كلام انكدوتال يعني هو بعض الناس بدات تقول والله انا كنت فعلا يعني ما عنديش اي يعني نشاط في المسائل مثلا الاسريه، ولكن الحمد لله بدات احس بتحسن في الناحيه دي، فدخلناها معانا مش ما كانتش معانا في الاول ك one of the parameters outcome measures،
دخلت في الاوتكم ميجرز بعد ما بعد فتره لما وجدنا ان هو هناك في بعض الناس بتكومنت على النقطه دي ان هو زيريز امبروفمنت للناحيه دي. فده اللي هو بيسموه الاريزونا سيكشوال اكسبيرينس سكيل. حصل طبعا الحمد لله في النتائج ان الاريزونا سيكشوال اكسبيرينس سكيل تحسن سيجنيفيكانتلي، الكرونيك ليفر ديزيز كويشنير سكور تحسن سيجنيفيكانتلي، الانزيمز كان التحسن الى حد ما يعني ما هواش بروناونسد قوي، وبالنسبه للفيرولوجي يعني نسبه الحالات اللي حصل لها at 6 months complete end of treatment virological response كانت حوالي 13.3%. بس طبعا احنا عايزين نقول ايه، ان احنا ما كانش عندنا ريسورسز او ما كانش عندنا وقت كافي ان احنا نشتغل على سكيل ان احنا نقعد ندي سنه كامله وبعد 6 شهور نشوف السستيند فيرولوجيكال ريسبونس. احنا كل اللي احنا كنا بنشوفه يعني it is a proof of concept، بنشوف اذا كان هناك اي امل في هذا الموضوع. فوجدنا ان بعد 6 شهور في نسبه من حالات اللي حصل لها end of treatment فيرولوجيكال ريسبونس. end of treatment فيرولوجيكال ريسبونس مش معناه sustained فيرولوجيكال ريسبونس، ولكن هو بيقول ان البي سي ار اصبحت نون ديتكتابل عند نهايه الست شهور، which is not accurate بالنسبه للعلاج الهيباتيتس سي، لان احنا المفروض ان احنا بندور على ما يسمى بالسستيند فيرولوجيكال ريسبونس، ان احنا بنستنى ست شهور من غير علاج ونشوف الايه البي سي ار ممكن يكون يعلى بعد كده. لكن اني هاو ذيس از ذا بيجينينج ان ايجيبت ان احنا بنبدا نعمل حاجات زي كده، ويا ريت ان احنا يعني نحط برضو ايدينا في ايدين بعض ونحاول ان احنا ان شاء الله نوصل يعني الريسورسز الموجوده عندنا في مصر على قد ما نقدر ان احنا نحل بيها مشاكلنا. كلمه اخيره بالنسبه للقوات المسلحه، انا طبعا باشيد، يمكن الدكتور يعني يختلف عني او الدكتوره تختلف عني او في ناس هتعارضني، لكن انا باشيد باي مجهود يبذل في مصر من اجل العلم. يمكن احنا عشان برضو اساتذه الكبد المعروفين النجوم ما كانوش موجودين في الموضوع، فيعني بيصعب عليا نفسي ان انا ما كنتش موجود، فهاجم اول حاجه اللي انا ما اعرفهاش، الانسان عدو ما يجهل، فهاجمها. لكن عايز اقول النوشن العلميه دي نوشن تعتبر ترانسليشنال ريسيرش بمعنى المفهوم، لان انت بتتعامل مع فيروس هايف جدا. احنا بنقول اي فيروس لو انت سبته في الانفايرومنت هيقعد قد ايه. الفيروس لازم يعيش في بيولوجيكال سيلز عشان يقدر ان هو يريبليكيت اتسيلف ويعيش. انت لو خرجت الفيروس ده جوه الجسم وعرضته لاي نوع من انواع السيف يعني الكتروماجنتيك ويفز اللي هي يعني فيري يعني ماينيوت مثلا، وقال لك احنا خدنا مثلا جزء معين من الاشعه الضوئيه اللي هي اللي فيري سيف وعرضناها، طبعا الفيروس ده لما بيتعرض للشمس بيموت ببساطه شديده جدا. يعني انت ابسط حاجه في الدنيا ان انت يعني بنقول مثلا لو فيروس الانفلونزا موجود على الترابيزه دي وجيت تاني يوم هتاخد هتلاقي مش هتلاقي هتلاقيه مات. فاي فيروس هيموت حتى ولو انت يعني الشمس هتموته طبعا على طول. فانا عايز اقول ان التعامل مع مثل هذا الموضوع انك انت تاخد الدم في جهاز بامب زي البامب بتاعت غسيل الدم اللي انت بتاخد بيها الدم وتنقيه بفلاتر عشان تطلع منه النيتروجين السبستانسز والبولينا والكلام ده هوت وترجعه تاني نقي. فانت اعتقد ان ان شاء الله لو هذا الموضوع دخل فيه عناصر كتيرة جدا من اساتذة الطب اللي هم واقفين ضده او الباحثين اللي هم مش فاهمين القصة فبيحاولوا يهاجموها، لو كلنا على قلب رجل واحد في مصر وكلنا بنحب بعض وكلنا بنحب مصر باذن الله هذه البلد هتتقدم. واللي عايز اقوله انه نجح يعني العالم الغربي اللي عايز يدمرنا وعايز يفتتنا ان هو يفتتنا بالفتن ويفتتنا بالاشاعات ويخلينا نكره بعض. انا مش هكره ابدا اخويا ولا حبيبي المسيحي قبل المسلم والسلفي قبل الاخواني والاخ اللي هو صوفي او منتمي لاي مال. انا راجل مصري وحريص على بلدي وبحب كل المصريين، واتمنى ان احنا كلنا باذن الله تعالى نحب بعض. شكرا. ثانية واحدة بس.